FM. الكلمة ليك. كبرس. جيم. ربي جيم. عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا بكم في الكبرس. خمس عناوين اليوم كالعادة نبيل. مرحبا بك. نبدأ بجريدة السور في صفحة 26. وزير الخارجية قال تركيا مستعدة للوساطة بعد المشكلة اللي صايرة بين السعودية وإيران. قال مستعد للوساطة. أنا نقول رد بالك من إيران لتعطيها بالظهر. شكلك ولاد دولية تو سيبا. كل حاجة فرينيزار. في بلاصتها. نمشي للرهان في صفحة 6. قالك انتخابات بالهاتف. قالك سليم عمامو قالك خرج باقتراح. قالك لازم نحلوا مجلس نواب الشعب ونعملوا انتخابات جديدة يكون فيها التصويت بالبورتابل. وانت تعرف سليم عمامو اللي هو يدافع على تحرير الزطلة. ذو القرار هذا يخذاه بعد نفس عميق. نمشيوا للصحافة في الصفحة 7. في دراسة للمرصد الوطني للاستهلاك 88% من التونسيين منخرطون في الفيسبوك. أما قاش منخرطون في النهار أكثر ولا في الليل. نمشيوا للخبر الرابع في الصريح في الصفحة 10. شتاء تونس ينقلب إلى صيف وشبح الجفاف يهدد الموسم الفلاحي. يعني نشوفه في الطقس بلزموا صيف. سامحني انت ريت راشد كحضر في المؤتمر تاني ده. تحب شتاء تصب سامحني. مليدة جدا. نداء والنهضة من بعضهم. نمشي لاخر لاخر اخبار. هذا ما فيهوش تعليق نبيل. جوست الضحكة ديريكت. في الضمير صفة 20. اسمع مليه. في عيد الثورة التونسية الخامس. أيوة. الشعب يريد تحرير فلسطين. قديش عنده إرادة. وأسس الجميع بالبكاء. صحيح وبارك الله فيكم. كانت هذه الكبريس. كبريس. 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 الكلمة ليك.